السلام عليكم. بالنسبة لتعبير الرؤى، ضروري سؤال الشخص اللي رأى الرؤية، بعض الأسئلة اللي تخبر عن حاله وتحدث عن حاله، لأن هذا أصدق في التعبير، لأن الشخص المتزوج يختلف عن الشخص المطلق رؤيته، كذلك الأعزب، كذلك المريض، يعني ربما الرؤية تدل على حاله. خذوا مثال، واحدة رأت في أخت لها، طبعا أختها مطلقة وعندها ابن، رأت أن ابنها توفي وأنها حامل. تعبير الرؤية بالمجمل بدون معرفة حال الشخص ما يصدق إلا أن يشاء الله عز وجل، فلا بد من معرفة حال الشخص. اسمعوا التعبير. فيوسف عليه السلام يوم عبر للشابين الرؤيا كان يعرف ما هم عليه، قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كان يعرف عن حالهم. كان تعبير الرؤيا لهذه المرأة أنها فعلا مطلقة، تقول شلون يعني جاء في مخيلتها كيف تحمل وهي مطلقة. فوفاة ابنها يدل على أنها فقدت شيء، والحمل يدل على التعويض، فهذا خلف بعد تلف. وقبل فترة رأى أحد مشايخنا شيخ له يشتري منه في كشك. طيب أنا لو ما سألت هذا الشخص وش حاله، من تشتري منه، كانت الرؤية مبهمة لي. فسألته من الشخص، وأنا أعرف هذا الشيخ اللي أعرفه معرفة جيدة، فكان تعبير الرؤية أنك سوف تنهل من علمه، أخذ من علمه، لكن أخذك مقابل إعطاء، أنت بثمن، كذلك أن تدفع ثمن لأجل أن تتعلم، إما وقت أو مال. تعبير الرؤى أحيانا شيء المعبر يعرفه، أحيانا ما يعلمه. الإمام بن سيرين تعرض له 40 رؤية ما يعبر إلا واحدة منها، الباقي يقول لا أعلم.